حد هنا بيحب الكوميكس؟ حد ما بيحبش الكوميكس؟ مفيش؟ أخبى سؤال ممكن يتسأل. طيب أهلا بيكم، أنا اسمي شريف عادل وأحيانا بيبقى اسمي رجل البربطوس، وأنا صاحب موقع اسمه بربطوس.com بحط عليه كوميكس على الإنترنت، وعامل مجلة اسمها فوت علينا بكرة. فالنهاردة عايز احكي لكم شوية عن الأول الرحلة بتاعتي، ازاي انا وصلت للمجلة دي، اللي هي كانت حلم بالنسبة لي ان انا اعمل مجلة مطبوعة والناس تقراها والناس تحبها وتعرف شخصياتها. ابتديت ان انا من 4 سنين قررت ان انا اخد الموضوع جد، ان انا اشتغل في مجال الكوميكس بشكل رسمي، ووقتها ما كانش عندي اي يعني كونتاكتس مع الناس اللي شغاله في الكوميكس في الفتره دي، وما كانش عندي خبره كافيه ان انا اعمل شغل يعني ينفع ان هو يتسوق وان هو يعرض للناس. فوقتها ابتديت ان انا قلت هعمل بلوج، ما كانش موقع وقتها، كان مجرد اكونت على تمبلر واكونت على تويتر، وابتديت ان انا احط عليه كوميكس بتاعتي، ابتديت ارسم، وابتديت ان انا اشوف رد فعل الناس، واتعلم من الشغل اللي انا بعمله، واتعلم بالممارسه، واشوف الناس بتحب ايه وما بتحبش ايه، ويعني الدنيا مشيت. اشتركت في كذا مسابقه واتعرضت لشغل في كذا جورنال، وشويه بشويه شغلي ابتدى يتحسن لدرجه ان انا وصلت لمرحله قلت طيب انا هرجع تاني للهدف بتاعي، هو ان انا اعمل مجلة مطبوعة أو حاجة مشهورة قصة على بعض، وأحاول إن أنا أنشرها. ففوت علينا بكرة ما كانتش أول فكرة بالنسبة لي، كان في فكرة قبلها اسمها طاولة الزومبيز، وكانت الفكرة كانت جات لي إن كنت عايز أتخيل مصر هيحصل فيها إيه لو حصل زومبي أبوكاليبس كده، وبالذات إن هي مصر وسات ان مصر يعني تحس ان هي حصل فيها فعلا زومبي ابوكاليبس. فبس فابتديت ان انا احاول اعملها، وطبعا عملت فصلين منها، وبعدين هي كانت سياسيه جدا وكانت مرتبطه بالاحداث بتاعت الفتره دي، والدنيا ابتدت تتغير، الاحداث ابتدت تتغير، وحسيت ان هي يعني مش هيبقى ليها قيمه بعد فتره معينه، يعني بعد 5 سنين مثلا حد جه يقراها مش هيحس ان هي كويسه، مش هيربط مع الاحداث بتاعت الفتره دي. وغير كده ما كنتش راضي عن الرسم بتاعي والكاري الثاني بتاعي، فقلت ان انا هكنسلها واكمل الاول تاني. واللي حصل ان انا رجعت الفكره اللي هي بقت فوت علينا بكره، هي زمان قوي وانا صغير كان عندي فكره اسمها فهمي في الفضاء. وكان يعني زي فوت علينا بكره بس الموضوع كان ابسط بكتير، كان مجرد اللي هو واحد بيحاول يطلع فضاء، وبرضه الجو الساخن المصري اللي هو مصر في المستقبل ازاي تبقى عامله، والجمهور برضه بشنبات واهوالي وبتاع. فكانت زي فوت علينا بكره بس كانت ببساطه، طبعا وقتها ما كنتش بعرف ارسم اساسا. فقلت طيب انا ممكن اطلع حاجه من الفكره دي، وقد كان وتحولت الى فوت علينا بكره. فبالنسبه لي فكره فوت علينا بكره، هي حد هنا بيحب ملف المستقبل؟ كله بيحب ملف المستقبل؟ حد ما يعرفهاش؟ هنطلعه بره. ملف المستقبل هي قصص في التسعينات، كانت كتاب الدكتور نبيل فاروق، وهي كانت قصص خيال علمي، وكانت برضه مصر في المستقبل، بس كانت نظره ايجابيه جدا، اللي هو مصر اعظم بلد في العالم، واحنا اللي بنقود الكوكب، والفريق بتاع نور الدين محمود بينقذ الكوكب من كسب فضائي 5000 مره، وبيروح ينقذ فضائيين في كوكبهم، وحاجه كده يعني رهيبه. فكان بالنسبه لي كان الخيال العلمي اللي في بلد المستقبل كان في الايجابيه اكتر ما كان في الاحداث، يعني انا كنت بحس ان بالمنظر اللي احنا فيه ده استحاله في المستقبل هنبقى كده. فقررت ان انا اعمل فوت علينا بكره، وهي تبقى نوعا ما
يعني بالودي للموضوع ده في المستقبل جزئيا يعني بحيث ان هو برضه في غزو فضائي بيحصل وبتبتدي من مصر وفي فريق مكلف ان هو يتصدى للغزو ده وينقذ الجو فده الفريق ده كان اول غزو ارسلته بعد كده ابتديت احاول اطير فيهم شويه لحد ما وصلت شكلها ده الشبه النهائي بتاعه فده الفريق بتاع الريال يعني مش عارف حد فيكم قراها ده مش حد قراها ده الفريق ده فهمي ده قائد الفريق هو كان ضابط في مكافحه المخدرات الالكترونيه وسحر هي خبيره الاتصالات والكمبيوتر ورام ده سايبورغ عنده باع اليه وخبير في القطاع العلمي اللي محدش عارف هو ايه ونجيب ده حمار معدل شينيا وخارق الذكاء يعني اذكى مخلوق على الكوكب وبس ده فريق فوت علينا بكره بشكله النهائي اللي في المجلة واللي حصل معايا ان انا قلت طيب انا صممت شخصيات وكتبت وقعدت اكتب السيناريو وقتها في فتره 4 أو 5 شهور كده في السيناريو كله على بعضه وقلت ان انا لازم يبقى عندي سيرفيس اوهيل الناس علشان احاول اطبعها احاول انشرها فقررت ان انا اخلص اول عدد منها بشكل كامل من اوله لاخره زي ما هو انا عايز يكون مطبوع والطالب يبص فيه وحصل فعلا كده خلصت اول عدد وقعدت احاول ان انا انشرها في فتره الموضوع في مصر النشر للاسف معقد جدا واللي حصل معايا ان انا خدت تمويل من شركه فنيه اسمها جرال ميديا الشركه بتدعم المشاريع الفنيه اللي مش لاقيه دعم مادي يعني عشان تكمل فبس فده اللي حصل واستمرت الاعداد وطلع شخصيات جديده في القصه ويعني الناس بتحبها واقدر اقول ان انا بشكل ما حققت الحلم بتاع الطفوله بتاعي بس فده كان مشواري في الكوميكس يعني النهارده يعني انا بفترض ان انتوا عايزين تعلموا الكوميكس وانتوا بتحبوا الكوميكس وعايزين تفهموا العلم اللي ورا الكوميكس علشان كل ما نفهمه اكتر كل ما شغلنا بيتحسن. يعني في الفترة اللي فاتت اتعلمت حاجات كتير قوي في خلال 4 سنين دي وحابب ان انا انقل العلم اللي انا اتعلمته لناس تانية بتحب الكوميكس. كتير حاجات الواحد بيعملها بالفطرة يعني اللي هو بيشوف هو بيقرا كوميكس من زمان وبيقعد يقلد اللي هو شايفه او من غير ما يحاول يحلل الموضوع. فالنهارده مع بعض هنحاول ان احنا ناخد فكره عامه كده عن الفوست سكول اقرب. ففي الاول عاوزين نحط تعريف للكوميكس. فحد يقدر يقول ديفينيشن للكوميكس؟ حد ناوي يشارك؟ لا عايزه الواقع بصوره خياليه الواقع بصوره خياليه اه مش لازم ممكن تكون قصه واقعية؟ نقطة ساكن مش لازم يكون نقطة مش لازم يكون ساكن؟ ممكن نوعاً ما ممكن العالم الموضوعي مش لازم برضه يعني احنا التعريفات اللي انتوا بتقولوها هي تعريف للفكرة اللي ممكن الكوميكس تاخدها وتعمل بيها قصة لكن مش لازم ممكن تكون قصة جادة ممكن تكون قصة حصلت فعلا تمام فنحاول واحدة كده نحط تعريف مظبوط للكوميكس فأعتقد إن الأجيال الأكبر مننا اللي هم آبائنا وأجدادنا لو قلت لهم كلمة كوميكس مش هيفهموا هاي إن اسم القصص المصورة هو المعروف أو المتعارف بالنسبة لهم أكتر واعتقد لو قلت لهم قصص مصوره اول حاجه هتيجي في دماغهم هي ميكي وسمير وتنتان. طبعا دول كان في بدايه في مصر اول ما ابتدت تنزل حاجه زي كده سمير كانت مصريه ودول كانوا مترجمين طبعا. وكان في وقتها مجله السندباد برضه. والاكيال اللي بعدها اللي هي انا منها كان في فلاش وسماش وباسم وماجد وعلاء الدين وكاريكاتير والحاجات دي.
فكل ده يعني بيتسمى قصص مصورة. بس هل اسم قصص مصورة مظبوط؟ يعني هل دي المنشورة اللي بتتوزع في الطائرات؟ تمام؟ هل دي نقدر نعتبر ان هي كوميكس؟ لا، نوعا ما تيبس، بس دي عشان صورة توضيحية يعني بتوضح حاجة معينة. يعني دي كوميكس ولا ايه؟ مين بيقول اه ومين بيقول لا؟ اللي بيقول اه يفايده واللي بيقول لا. ما هو ده جزء من التعريف. هل هي لازم يبقى في سيناريو ولا لازم؟ سيناريو مقصود بيه كلام ولا سيناريو؟ هو هنا في سيناريو بالظبط، مش مكتوب. مش لازم تكون مكتوب؟ اه ده اكيد. هي تعتبر كوميكس، يعني ال نفهم منها ان الكوميكس مش لازم يكون قصه، ممكن تكون معلومات. يعني هو هنا في المنشور ده هو عاوز يدي معلومات اللي هيبقى الطياره علشان يعرف ازاي يثبت الماسكه ده. فعلشان يشرح له المعلومات دي رسم الصور المتتاليه، احداث متتاليه، لقطه ولقطه ولقطه، علشان اللي يشوفها يفهم المعلومه. تمام؟ يعني نفهم من كده ان تعريف الكوميكس مش لازم يكون قصه، ممكن يكون حاجه خبريه معلومات. هل ده اللي بنشوفها على فيسبوك يعتبر كوميكس ولا لا؟ مين بيقول اه ومين بيقول لا؟ انا بقول عليه كوميكس بس انا مش محتاجه. اللي بيقول اه يا فايد واللي بيقول لا هو كوميكس. هو كوميكس، يعني هو للاسف كوميكس. هي للاسف كوميكس. مش لازم يكون مرسوم؟ ممكن يكون ممكن يكون محفوظ، ممكن يكون اي حاجه. يعني الليمت هو الكيان البني ادم. فهي تعتبر كوميكس، هي احداث متتاليه وفي كلام بيتقال فيها وفي الاخر في نكته او قصه، يعني قصه صغيره هي. ونفهم منها ان زي ما كنا بنقول دلوقتي ان مش لازم تكون مرسوم، ممكن تكون مجرد صور او ممكن تكون اي حاجه ثانيه، اي حاجه مصريه. هل دي نقدر نعتبرها كوميكس ولا لا؟ لا، مش لازم. لا. طب هو للاسف بس هي مش كوميكس. يعني الراي السائد ان هي الكوميكس لازم يكون فيها بالظبط سيكونشال ارت، ان هي صور متتاليه او بصريات متتاليه بتحكي قصه. يعني مش لازم قصه بس بتحكي بتوصل حاجه. تمام؟ هنا هو دي نقطه ممكن واحد يقولها على القهوه من غير الصوره دي. يعني مفيش احداث، انت مش شايف احداث، انت بتشوف النكته. لكن هو بيستغل ميزه من ميزات الكوميكس وهي الربط البصري بتاع الوش ده. يعني الوش ده بقى متعارف مع الناس جدا لدرجه ان هو شافه مره في نكته مثلا وضحك عليها خلاص في دماغه. لما بيشوف الراجل ده ممكن يضحك حتى لو النكته مش حلوه. فدي برضه جزء، ده جزء من الكوميكس برضه، ان هو الصوره دي ان الرمزيه بتاعت الصوره وربطها مع اللي بيقرا. لكن علشان هي مش متتابعه او سيكونشال فهي فعلا ما تعتبرش، او ده رأي سائد. فنقدر نحط تعريف للكوميكس يكون لامن بقى القصه دي كلها. نقدر نقول ان هي مزيج من الفن والادب. الفن اللي هو الرسم او المنتج البصري اللي احنا بنشوفه، والادب هو القصه او الاحداث او المعلومات اللي بتتقال من خلال القصه. حتى لو كان الكوميكس صامت ومفيش كتابه، مفيش كلام فيه، يعني انت شايف احداث ورا بعض ومفيش كلام، مفيش حد بيتكلم في الكوميك، برضه هيعتبر ادب لان في احداث حد كاتبها وتحولت لرسم. تمام؟ ويستخدم كوسيله لحكي قصص او توصيل المعلومات، وتضمن كادرات متتاليه تحتوي على بصريات دائما وكلمات دائما. بصريات اللي هي رسومات او صور او اي حاجه من بصريات اللي هي رسومات او صور او ما الى ذلك، وكلمات اللي هي الدايلوج اللي موجود في الكوميك او السيناريو اللي موجود في الكوميك، وممكن ما يكونش موجود عشان كده غالبا. تمام؟ تعالوا نتكلم شويه على تاريخ الكوميكس.
حد يقدر يقول مين اللي اخترع الكوميكس او مين اللي ابتكر الكوميكس؟ في كلام فممكن نعتبر ان الفراعنه هم اجدادنا وهم بنات الاهرامات وبرضو مخترعين الكوميكس. فنقدر ان احنا نفتخر بالموضوع ده برضو زي ما بنفتخر بالاهرامات بصراحه. فلو بصينا على النيل دي كانت محفوره على جدران معبد فرعون، فلو حاولنا نحللها هنلاقي ان هي كوميكس، ان هي قصه بتتقال، وحتى لو هي برسمه واحده لكن فيها تتابع، يعني معناها ان هو مش لازم يكون كادر واحد عشان يكون متتابع، ممكن الكادر نفسه الواحد ده يكون فيه قصه متتابعه. اللي هو لو بصينا هنا هنلاقي ان الفلاح المصري بيحلم البقره، والبقره شافت انها مش لاقي ياكل ورفيع وهفان وبتاع فالغير، فهي قصه لكم فعليا يعني. تمام؟ حد مش مقتنع؟ فالناس اجمعت على او اغلب الناس اجمعت على ان بدايه الكوميكس كانت في ثلاث اماكن من العالم زمان جدا، في عصر الفراعنه زي ما كنا بنقول من شويه، وفي روما كان في زي عمود اسمه تراجان، والعمود ده كان ملفوف حواليه الرسومات برضه زي محفوره زي الفراعنه كده، وكانت بتحكي قصه. وثابت حاجة في أوروبا كان حاجة اسمها التابستري، اللي هي كانت عبارة عن نسيج زي مفرش طويل قوي عريض جدا جدا، ومرسومة مدبوغ عليه أحداث حرب بالتتابع بتاعها، يعني القصة من ناحية لناحية تمشي الأحداث كلها. تمام؟ فأجمعوا على إن هو ابتدت كبداية أو ككونسبت في الثلاث أماكن دي من العالم. في ناس بتعتبر ان في واحد عمل المنتج ده كان اسمه بلاسكو لوكينج جلاس، وكان في لندن وكان في انجلترا، وفي ناس بتعتبر ان هو ده اول كوميك ستريب، بمعنى كوميك اللي هو بالشكل المتعارف عليه دلوقتي زي ما احنا بنشوفه دلوقتي، وده كان سنه 1826. والراي الثاني كان الموضوع ده اسمه بيكتشر ستوريز، هو سماها كده فعلا، وممكن تترجم لقصص مصوره، وهو اسمه الرسام كان سويسري اسمه رودولف توفر، وعمل الرسومات هي متتابعه، ولكن والكلام محطوط في بانل لوحدها مش في بالونس، ما كانش لسه البالونس اتعملت، والناس يعني في ناس رايها ان هو ده اول كوميك ستريب، يعني اختلف الايام مفيش راي 100%. مع الوقت مع ظهور الطباعه ومع اهتمام الناس بالقرايه واهتمام الناس بالجرايد والكلام ده، ابتدت الكوميكس تتشكل وتاخد شكل احنا اقرب لينا دلوقتي. فنقدر نعتبر ان نبص لو بصينا على الكوميكس في العصر اللي احنا فيه ده هنلاقي ان في ثلاث مدارس مهمه جدا، هم اكبر ثلاث مدارس في الكوميكس، المدرسه البلجيكيه او الفرنسيه، واكبر مثال عليها هو تانتان طبعا كلنا عارفينه، وهو بتاع فنان نجرين. وتانتان كانت تتميز ان هو شخص بيسافر بلاد كتير في العالم، وكان الرسام بيرسم بدقه متناهيه التفاصيل بتاعت البلاد والطبيعه بتاعتها والعادات بتاعتها، كانت اكنك انت بتسافر بنفسك من خلال القصه، وده كان من اسباب شهرتها والناس بتحبها. دي المدرسه البلجيكيه. في المدرسه الامريكيه اللي هي ممكن تكون اقرب لنا او الناس عارفاها اكتر، وهي زي المين ستريم من امريكان كوميكس زي السوبر هيروز، ده كان اول عدد اكشن كوميكس اللي هي دي سي كوميكس بعد كده، وده اول ظهور لشخصيه سوبرمان. تمام؟
بابا دم بابا بام 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 بابا دم.